سيادنا، واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناتكم قناة جو بربر للحلاقة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم طريقة عادية وتقليدية لكيفية تعقيم موس الحلاقة إذا لم تكن تتوفر على جهاز التعقيم. كيفية تعقيم موس الحلاقة لإعطاء زبونك الثقة في صالونك وفي نظافة صالونك، ما عليك إلا بتعقيم هذه الموس، فهو تعقيمها ضروري جدا. تعقيم موس الحلاقة من الضروريات في أي صالون، يجب أن نقوم بتنظيف هذا الموس لأنه قد يتسبب في انتقال الجرات من زبون لزبون. أول شيء نقوم به إخوان أخوات بعد الانتهاء من حلاقة أي زبون، نقوم بغسل هذا الموس، نقوم بغسله بالماء والصابون أو فقط بالماء، المهم نقوم بغسله في أول شيء. بعد ذلك إخوان أخواتي سوف نمر إلى علبة أو قارورة الكحول، يجب أن نتوفر على قارورة الكحول وهذه القارورة لرش الرائحة، يجب أن تتوفر لدينا هي كذلك. ما علينا بعد غسل الموس، بعدما نغسل هذا الموس، إلا أن نقوم برش الكحول على بهذه الطريقة، نقوم برشه على موس الحلاقة وبعد ذلك نقوم بإشعال النار كما تشاهدون بهذه الطريقة. نقوم برشه بهذه الطريقة كما تشاهدون، هذه هي الطريقة التي نقوم بها بتعقيم موس الحلاقة. يجب أن يشاهدها الزبون أمام عينيه، يعني لا تعملها لوحدك أو تعملها قبل أن يأتي زبون، لا، نعملها لما يجلس الزبون على الكرسي ويريد أن نحلق دقنه، سواء أن اللحية أو الدقن أو الرأس، يجب أن نقوم بهذه العملية أمام أنظار الزبون. بخصوص الموس العادي فنقوم بفتحه هكذا ونقوم برش الكحول عليه على حاملة شفرات الحلاقة، ثم بعد ذلك نقوم بإشعال ورشه بهذه الطريقة، نقوم برشه بهذه الطريقة كما تشاهد، هذه هي الطريقة التي يجب أن نقوم بها أمام عيون الزبون. هذا فيما يخص كيفية تعقيم موس الحلاقة. كذلك من أجل إعطاء الزبون ثقة في الصالون وفي نظافة المكان، هذه الماكينة يجب تنظيفها أمام عيون الزبون في كل عملية، يعني قبل أن نشرع في زبون جديد يجب أن نتوفر على أي فرشاة للتنظيف مثل هذه الفرشاة، وقد شرحت لكم أن هذه الفرشاة ضرورية من أجل تنظيف الحلاقة. نقوم بتنظيف، تشاهدون أنها كانت نظيفة، يعني أنا كلما أنتهي من زبون أقوم بتنظيف جميع الماتريال المتوفر لدي، جميع الماكينات، جميع حتى منطقة العمل كما تشاهدون. أنا أصور ولم أكن أنوي تصوير ذلك، لكن كما تشاهدون كل شيء نظيف، يعني لما أنهي أي زبون يجب أن أنظف جميع الماتريال، سواء الأرضية أقوم بتشطيب الشعر، أو كذلك إخواني أخواتي أقوم كما قلت بتنظيف هذه الماكينة أمام أعين الزبون حتى يحس بالراحة والطمأنينة. قلت شيء آخر إخواني أخواتي، شفرة الحلاقة من هذا النوع، نعم لقد اشتريت شفرة حلاقة أو ما يسمى بلالام، تدخل بسهولة في هذا الموس، موس التركي كما تشاهدون، هذا الموس التركي سأريها لكم. شفرة الحلاقة التي قمت باقتنائها هي هذه الشفرة كما تشاهدون، أوروماكس، تتوفر على 100 وحدة من نصف موس الحلاقة أو شفرة الحلاقة، أعتذر، لالام. وبعد فتحها سوف أريكم بعد فتح العلبة، هذه هي العلبة، تتوفر على 100 وحدة من هذا النصف، هذا فقط نصف موس الحلاقة. نقوم بتركيبه بسهولة بعد أن نزيل عنه الغطاء كما تشاهدون، نقوم بإزالة الغطاء بهذه الطريقة وبدون أن نقوم بقص هذين الجزئين، فقط هذه الماكينة بدون أن نقص هذين الجزئين نقوم بتركيبها كما تشاهدون بهذه الطريقة، بطريقة سهلة جدا، فقط نقوم بدفعها وبتركيبها. لقد تمت العملية، لكن أين هو المشكل؟ المشكل أن هذه الشفرة غير صالحة لحلاقة اللحية وغير صالحة لعمل تحديد اللحية، لأنها ليست من الجودة العالية. هذه الشفرة فقط نقوم بتحديد
الجوانب وتحديد مؤخرة الرأس، لكن بالنسبة لحلاقة اللحية فهي غير جيدة وندمت لأنني اقتنيتها. لكن المهم، هذه العلبة ثمنها هو 18 درهم، قمت باقتنائها، لكن لا أنصحكم باقتنائها إذا كنتم تريدون حلق اللحية أو العمل بها، فقد ثمنها مناسب إذا كنا نريد استعمالها في تحديد جوانب الرأس ومؤخرة الرأس، فهي صالحة لذلك. هذا كل ما في الفيديو، أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتعجبكم هذه الحلقة. سوف أقوم بعمل حلقات قصيرة مثل هذه الحلقة لأشرح لكم كيف يجب أن نتعامل مع الزبون داخل صالون الحلاقة وكل ما يجب توفره داخل الصالون. اتركوا لي انتقاداتكم وملاحظاتكم وكذلك تشجيعاتكم إخواني وأخواتي. إلى حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.